لنا طرق طبيعية فعالة في شد البشرة، إزالة التجاعيد، تبييضها، وكذلك إزالة الحفر. هذه الوصفة بمكون واحد رائع جدا، وهو القرع. القرع العسلي، أو بما تسمى بالكابويا في الجزائر. وهذه بذور القرع. الكل يعرف القرع، له فوائد رائعة للبشرة، وهو مصدر طبيعي جدا لتغذية البشرة وترطيبها بعمق. هو غني جدا بمضادات الأكسدة وحمض أجلايكوليك المقشر للبشرة. وطبعا القرع العسلي، إن شاء الله الكل يعرف القرع العسلي أو اليقطين. اليقطين هو متوفر بكثرة في فصل الشتاء، لذا يجب علينا أن نغتنم هذه الفرصة ونستفيد منه على أكمل وجه، سواء من خلال تناوله كأطعمة، يعني في الشوربة وخضر، عن طريق عمله كشوربة أو عصائر، وكذلك عمل أقنعة طازجة مفيدة جدا لتفتيح البشرة، تبييضها، وكذا إزالة التجاعيد. في هذه الوصفة سنحتاج طبعا، قلت، إلى اليقطين، ولكن بدون سلق. لا يسلق اليقطين في هذه الوصفة أو في وصفات أخرى، أفضل عدم سلقه. يكون طازج بقشره بهذا الشكل، ونبشره بالمبشرة الناعمة طبعا، تسهيلا لمن لا يتوفر لديهم عصارة الجزر. نقوم ببشر لب اليقطين جيدا بهذا الشكل، فاليقطين أو القرع يحتوي على الكثير من المعادن مثل المغنيسيوم، الحديد، الفوسفور، والكثير من الفيتامينات، والتي تمد البشرة بالكثير من الفوائد. وهو يحتوي على حمض الفوليك والنياسين والثيامين. طبعا اليقطين غني بمضادات الأكسدة، هو يكافح التجاعيد بقوة، نظرا لما به من كميات عالية جدا من البيتا كاروتان. لونه برتقالي جميل جدا، وبه كميات عالية جدا من الكاروتينات، تعمل على مكافحة ومحاربة علامات الشيخوخة، تمنح بشرتك شبابا، حتى للرجال طبعا يمكنهم استخدام هذه الوصفة. نواصل عملية بشر اليقطين حتى الحصول على عصير اليقطين. قلت، من عندها عصارة الجزر عفوا مباشرة تقوم بعصره بالعصارة. نأخذ بهذا الشكل، تأخذين العصير بهذا الشكل، نأخذ فقط عصير اليقطين بهذا الشكل، بعد الحصول على عصير اليقطين نأخذ ملعقة طعام كبيرة من الدقيق الأبيض، دقيق المخبوزات، الفارينة، ونضيف عصير اليقطين تدريجيا حتى الحصول على كريم، مثل ما تعودنا نعمل في وصفاتنا الكريمية. بهذا الشكل نتحصل على أروع كريم لتبييض وتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد، هو رائع جدا للتجاعيد. بهذا الشكل، على بشرة نظيفة يجب الحرص على تنظيف الوجه جيدا قبل تطبيق الماسك. نضع الماسك من الرقبة حتى بشرة الوجه لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 دقيقة. بعدها يغسل الوجه بالماء الفاتر ثم ماء بارد. نحرص على تكرار هذا الماسك يوميا حسب درجة التجاعيد أو حسب تفتيح البشرة، لتحصلي على بشرة مشدودة خالية من الخطوط والتجاعيد. هذا كريم يومي يمنحك صفاء لبشرتك، نعومة، حتى الكلف يقضي عليه، قلت حتى الحفر.
طبعا في حالة البشرة المختلطة نضيف لهذا الماسك العسل، أو حتى البشرة الجافة كذلك تضيف ملعقة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند. كذلك للبشرة الدهنية تضيف ملعقة شاي صغيرة من عصير الليمون. في حالة ما إذا أحببت عدم استخدام الدقيق الأبيض لبشرتك، أوصي بفقط عصير القرع، فقط خذي قطنة واغمسيها بعصير القرع، مرري هذه الوصفة على بشرتك ليلا قبل النوم واتركيها حتى الصباح، ولاحظي جمال بشرتك. هذا الكريم مدة صلاحيته 3 أيام في الثلاجة، استخدامه قلت يكون يومي، آمن الاستخدام للحوامل المرضعات وكذلك البنات الصغار من عمر 10 سنوات فما فوق، يمكن استخدام لهم هذا الكريم لإعطاء نعومة وجمال وتبييض بشرتهم لمن طلبوا مني وصفات لتبييض بشرة الأطفال، هذا موسم القرع فلنستغله. طبعا الرجال كذلك يمكنهم استخدام هذه الوصفة وبكل أمان. نأخذ قشور القرع ونقوم بتقطيعها إلى مكعبات بهذا الشكل، القشور فقط بهذا الشكل، ونأخذ أي نوع زيت متوفر عندك في البيت، سواء كان زيت زيتون أو زيت الطبخ، زيت الذرة أو زيت عافية، أو كذلك يمكن استخدام زيت اللوز الحلو في هذه الوصفة. نأخذ برطمان يكون معقم ونضع القشور بداخله، نملأ البرطمان بقشور القرع ونغمر البرطمان بالزيت، يكون الزيت دافئ من قبل، ونقوم بغلق البرطمان ورجه من مرة إلى أخرى، نرج البرطمان جيدا، أو يمكنك عمل هذه الوصفة على حمام مائي إذا كنت مستعجلة لاستخدام الزيت، نضع الزيت على حمام مائي لمدة ساعتين وبعدها نتركه ليلة كاملة، ثم نقوم بتصفية الزيت ونستخدمه لهذه الفوائد التي سأذكرها، له فوائد كثيرة جدا. يرج البرطمان ويوضع في مكان بارد، عفوا في مكان مظلم وجاف. هذه الوصفة نتركها لمدة شهر كامل وبعدها نقوم باستخدامها. إذا استخدمت طريقة الحمام المائي يمكن استخدامها بعد يومين أو 3 أيام فقط. إذا كنت تستخدمين الزيت زيت اليقطين فقط للتجاعيد، عندك تجاعيد واضحة، أنصحك بإضافة كبسولة من كبسولات الفيتامين إي لهذا الزيت والنتائج ستكون سحرية. فوائد هذا الزيت: زيت اليقطين يحتوي على أحماض دهنية تعمل على ترطيب بشرتك، وكذلك ينظم إفراز الزيوت لصاحبة البشرة الدهنية، يعتبر مرطب مثالي لجميع أنواع البشرة حتى الحساسة منها. هذا الزيت يقضي على حب الشباب وآثار حب الشباب لأنه يحتوي على الزنك والسيلينيوم، هي طبعا هذين المكونين يساعدان البشرة على التخفيف من ظهور حب الشباب وآثار حب الشباب وعلاجه بشكل نهائي. كذلك ممتاز لعلاج الهالات السوداء لأنه يحتوي على الفيتامين ك الذي يشتهر بقدرته المميزة في علاج الهالات السوداء حول العينين وترهلات الجفون، ويقضي نهائيا على مشكلة الهالات السوداء. كذلك يحفز إنتاج الكولاجين في البشرة، هو رائع ومثالي، وكذلك غني بالزنك والفيتامين سي، وهذا الفيتامين يحفز إنتاج خلايا البشرة للكولاجين، وكذلك يجدد لك خلايا بشرتك ويحارب الجذور الحرة الضارة بالبشرة. بالنسبة لزيت بذور اليقطين، هذا زيت اليقطين
وزيت بذور اليقطين، نأخذ البذور، بذور اليقطين، نقوم بغسل البذور جيدا وتجفيفها، وبعدها نقوم بطحن البذور. نأخذ مثلا كوب من بذور اليقطين المطحونة المجففة من قبل والمطحونة، مع كوب من أي زيت قلت من بين هذه الزيوت، ويوضع في برطمان في مكان مظلم وجاف مع رج البرطمان بشكل يومي، وبعد أسبوعين يمكننا تصفية هذا الزيت واستخدامه لترطيب البشرة، وله فوائد كثيرة جدا للشعر وللبشرة كذلك. صلاحية زيت اليقطين لمدة 6 أشهر، وكذلك زيت بذور اليقطين صالح لمدة 6 أشهر. يمكنك عمل كميات كبيرة ومضاعفة المقادير حسب الرغبة، كما يمكنك كذلك حفظ قشور اليقطين من الضياع في المجمد واستخدامها كذلك في وصفات للتجميل. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.